أميرة عبلة، كيف حالك؟ حلي باباها راح يعاود زواج مع وحدة قد بنته. أنا متفهمة وضعك، بس السلطان سليمان المعظم لما بيصدر أوامر ما حدا بيوقف بوجهه. يا ربي يا ربي استر، مش باين عاود نعيش جنازة واحدة أخرى تاع عاشور. مولاي جواد، واش لقيتو؟ حوسنا كامل من جهة الفليشة، ريحتو ما كانش. بلوطه اش غادير هذه الحمامه؟ هذه 200 دينار. 200 دينار غاليه بزاف. دي 512 شارجور دوريجين. تحب هذه ب 100 دينار. هاكي هادو بروموسيون. يعطيك الصحه بلوطه. ما بان والو على مولايا. واقيلا الله يرحم. لو كان كش ما بالو كان راهم هضروا في القصر. شكون هادو دير عليهم؟ قادرين يدفنوا ويقول لك هاو يدوش نورمال. انا الحاجه اللي محيرتني الفليشه شكون اللي تيراها؟ باينه مولاي دحمانش ولا كاش مملكة حبوا يخلطوها عندنا. صح اسمع حالة ما يستعجب واسمع. نوري واش كاين؟ غادي نقول لكم حاجة بصح ما تنخلعوش. هدر نوري واش بيه بابا؟ على حساب واش شفت إذا مات مولاي ما شكيش يعيش. أوف نوري، لو كنت روح أجيب واش قلت لك ماشي خير؟ هما سقساوني أنا على هنا، شا بغي ندير دروك أنا بن عمي. برهان بابا واش به؟ مولاي الحالة نتاعو راهي ستابل. وشنو الفليشة فسدت له كاملة وجهه. كيفاش؟ وضيع بزاف الدم. برهان كيفاش فسدت له وجهه تسمى ما تسكتش؟ ولدي الآن مش هي الوقت اللي باش نتكلموا على وجهه. سمنا نحوسوا له الدم باش يسترجع القوة نتاعه ومن بعد نتكلموا على وجهه. أنا هنا عمي برهان، احنا نمدوا له الدم. جاود وليدي ما نقدروش. جروباج نتاع مولاي أبي نيجاتيف، وحتى واحد فينا هنا ما عنده. ما
يلزمنا نشوفه من جهه سكان المملكه، ولا ربما كيف ما نلقاه. يا سكان المملكه، الله يجعل خير. يا دروش هما حين يقولوا لنا جماعه وقيل مولاي الله يرحم. او مشكيت ولو كان مثلك انا مضربين لك حل بيتي هذا كاسك ولا بارشو. شوف كل واحد يعز على وجهه. يا سكان المملكة، خبر عجل، مولاي السلطان عاشور العاشر راهو سلك. الحمد لله ربي. راهو معافى في تدهور ملحوظ والحمد لله، وما خصته حتى حاجة أبار شوية تاع دم باش ما يموتش. ومولاتي السلطانة راهي تاكل عليكم من أجل إنجاح عملية المسار التبرعي. وحنا كي نمدوا له الدم واش راح يمد لنا حنايا؟ الدم نتاعكم يولي يمشي في عروق مولاي، واش حبيتوا تزيدوا؟ حقرونا، انت تحب الشيء تمدلو. انا نمدلو جامي خو حقرونا. اوا حنا ما نمدوش، غير راه قولوا ينافيكي من جهه واحده اخرى. ديجا انا راني مخصوص، هيا نروحوا وجماعه هيا. يا سكان المملكه ما تتقلقوش، مولاي سلطان عاشور العاشر راهو داير بروجي باش يبني لكم مستكنا. بصح رانا خايفين لو كان ما لقولاش الدم ويموت وما يحققش هذا الحلم. بيت الشر بيت الشر يبني لنا السكنة لاف 5 وبلاسونسور والبي باركينج. بصح وبصح وعملك انا نمدلو وقيل انتوما ما تحشموش. السيد راه ما بين الحياة والموت. واش دوموندا؟ دوموندا ريت له ولا زوج تاع الدم ما قدرتوش تمدوها له وتحوسوا تبروفيتيو. راني معاك انا نمدلو ماشي غير الدم. واش من الدم عنده مولاي؟ مولاي الماركه تاع الدم نتاعو ابي بلس نيجاتيف بوزيتيف. اه واش الباجيك حاب تهبلنا؟ سجي تاع مات واقيل. شحال تبغي تكلو فيا الباجي؟ يا جماعه مولاي الدم نتاع حرك الشهده ابي نيجاتيف. ما شاء الله ما شاء الله. وهذه السكنه وين رايحين يبنوها لنا؟ بصح وين؟ ما على باليش، بصح راني سيري سارتا في كل جهه. وستي شام مدلو الدم على بالك بلي انا عندي لانيمي، بصح السكنه وعلى اسمي. انا حنا نسبقوا المدلو. يا والقدر الفارغه تتقربع والكيش الكبيره تتقطع. يا حليل هيا الفهمية. الباجي لحيتوا لي بزاف دم على بالك وقيلا بديت ندوخ. مازال حتى نبيض وشواربك. الباجي وين السكنه وقتاش توجد؟ ودوك وقت السكنه من بعد ساهل. وانت واش جابك هنا؟ انا تاني لحولي الدم، راني خايف على مولاي. احكيها البيبيت، خايف على مولاي بالله باه تدي البرطمة تسكن فيها حمامه. باجي على بالك حتى واحد فيهم عنده الدم كيما تاع مولاي؟ على بالي هاكي زيدي هذا، ولا ما كانش مولاي الله يرحم. تنحيت؟ مازال. وانت؟ مازال. وانتي؟ ماكش تشوف يا ريت نحي. مانيش هذيك. نوري كيف احنا في حصله وانت تبرومي لهم في السكنه؟ مولاتي شكون خير؟ ما نبرومي لهم السكنه ومولاي يموت، ولا مولاي يموت ما نبرومي لهم السكنه. افهمونا بن عمي شنو ندروك انايا؟ خلاص نوري تقدر تروح. كيفاش يا عجبه؟ المملكه هذه كامل ما لقينا حتى واحد عنده الدم كيما تاع بابا. امي برهان شحال بقالنا الوقت في يدنا؟ حل اكثر. سمعنا. والمملكات الاخرين على ما نشوفوش معاهم؟ ولا يعرفونا غير كيحبوا يدوا الزيت. مولاي بعثت لهم كامل بصح واحد فيهم ما رد. برهان نقدر نروح نشوفه؟ تقدري مولاتي بصح ما تطوليش معاه. ودو كيفاش نديرو؟ هاي المملكة العاشورية ترمينيس. يا خويا باقلك شبيه صدعتنا.
الصياد من بعيد مع نسيم الاحتلال الصيف طالعه يضرب ولا عاشه ولا قالوا الدم ولا لا لا هو ما لقاولوش قال لك الدم تاعو انتروفابل عدت هكذا مالي غريب دي شاهد ان شاء الله ما يموتش هكذا وما في السكنه ما يحقروناش ولا واش قال عمي سليمان انت وليدي اشرب القهوه نتاعك وخطيك من البوليتيك ما تغامرش بينا يرحم بابك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عزيز نعم حم والديك اعطينا قهوه بيان سكري ما يكون لا خطر بدنا القهوة أو السكر قدامك بارك الله فيك وعطيك صح خويا كش ربيتها في السكرية ماشي خير تحبها شربات أنا بروبلم ديالك عزيز قيتها اللي انت ماركش منها لا لا خويا أنا مدور بوحدي له الله يبارك يعني كل حال أنا صياد صياد تاني وش صياد العزيز سيد الحمام سيد الوزن سيد البراك سيد البط عندك لي ويكاند نخدم غير بوالور سيد لي ليفون وسيد الزرافات ودي طالع الحصول ناسيونال جيوغرافي مره خويا سقسيك تفضل انا دوك كنت نصيد هنا في السيكتور تبحرت لي فليشه في جهتكم فليشه انت مع فليشه دوك نفهمكم هاد الفلايش عزاز عليا خلاهم لي بابا الله يرحمه فليشة كيما هادي اش كاين هنا واش كاين ولي ولي الله واحد ما يدنا لهنا ولي ولي خلص وش راه صار هنا هذا شكون هذا ولدي الفريجه هذا ايه صح شويه يهضر انا هو الهاشمي عندي موهبه في الفلايش عندك موهبه في الفلايش عبك شكون قصد غزاله قص سلطان سمشي قلتو لي الغزالة مش حبني نقول لك الفليشة معليش بحار عليها ما بقى لي غير نقول لكم سلام عليكم عندك ويتروح حلا 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 انتم واحد امتحان واحد هي انا كنت معول من قسم مولاي عاشور كنت نصيد في الغزال الفليشة اللي تيريتها جات في مولاي السلطان وعلى جالك انت اللي راهو بين الحياة والموت يسمحوا لي سمحوا لك كبران ادوه للحبس وديروا معاه لونكات لازم نعرفوا واش من المملكة بعتاته مولاد دقيقة يا حوالدك مولاد تدعي لابليس ما بعت سلي حتى مملكة انا سكن هنا في دوار بوحجيلة كنت نصيد برك ما كاين لا لونكات لا والو كان حاب يقتل مولاي ما لا يتنعدم هذا هو القانون إعدام يزيدي شوف لي بلاصة في الحبس أفهم لي يا حوالي كنت داري في العيش لدي صيب ما كنت مالو أنا صيب شنو هذه باينه داروا على جال الوزير قنديل غدوه ان شاء الله الراس يطير الفينقع ديجا مطولوا عليها يا ود بالك راح نعدمو هذاك اللي تير الفليشه وي ايوا حتى انت ولي دير في البوليتيك ثم كاش نهار سالتكم هادو يدوكم لهذيك وقيله هذه ما تكفيش تكفي الباجي نعدمو فرد شكون اللي قال لك فرد؟ راح نعدمو بنادم شوف انا نحب من الضربه الاولى طاح راها وما نحبوش يتخبط لي هنا فهمت؟ دريت موت بخنوق في بلاد الناس
بصيد في جلابة تيري فلاشي 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 فلاشي. مازال ما فهمت، واحد كيما انت يخاف من الموت، على بالك الهدى اللي درتها؟ واش بالهدى اللي درت؟ زلقت انا نيتي سيد كاش غزالة ولا سيد كاش حجلة، صيدته هو. بصح جبتها له هنا اخو. خسارة عليك، هذيك موهبة. بصح راه يعدموك. افتح الباب. باكلة كيما العادة، ما هو صغاريد راك حاب باقي لا لابايلا. وانا انت غير مسح فمك تسمى الموت بالجوع، ما تكونش هذيك تاع امنية الاخيرة تاع واحد قبل ما يموت، نديها كاع ماكلة. على جالك عشتي انيلي كنت وجدت كلشي، جيت انت كحسة عليا. بصح نقول لك حاجة، شفا على ذاك الوجه وذا وجه الناس يشفاو عليه. اللي تيرا الفليشة صغير مسكين. ورسي ما بلعني، ما بلعني تبلعني، مش حيب نموت مخنوق. علا علا حقرونا، علا حقرونا، حي عدموك انت يا سكان المملكة. مولاي السلطان عاشور العاشر راه يسلم عليكم وانتم تسلموا عليه، وراه يعلمكم باللي رانا حكمنا اللي تيرا الفليشة، وباللي برعايته وتحت اشرافه رانا رايحين نعدموا المدعو الهاشمي بن سعادة بتهمة محاولة قتل عمدي مشي بالعاني. ما نطولوش عليكم، غادي نبدو العرض وحس سعيد للجميع. ما كاش لازم علينا نلحقوا حتى الإعدام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله. وهذا اللي راكم راحين تعدموه، شفتوا الدم تاعو ولا يصلح المولاي عاشور ولا عدم برك. حبس باش يرفدوا، واش راكم تديروا؟ خلكم اعدموه. يفهمونا طبعا، هذا يموت ولا ما يموت، حراس رفدوه. عندك الزهر الكوميرسي، انا اللي سلكتك من الموت وكان راك ميت. صار انت اللي سلكته من الموت، ماشي الفهم اللي الناس يحسبوه كامل مهبول اللي سلكوه. انا ما رانيش فاهم كيفاش حتى واحد فينا ما خمم يشوف الى الدم نتاعو يصلح ولا لا. انا ما فهمت حاجه، انتوما اللي تعدموه ديروا لي زاناليز. هاكو البيت راه ريكيبيري شويه، اونسي جامي نحتاجو. اغلق الباب. هيا راك سلكت لها حبيبنا. اش سلكت لها؟ حاولي قاعد دم انا حسو الكليه تاعي نشفت. هذه هي المملكه العاشوريه، اذا ما متش تعيش ميت. قنديل
لحقني تليغراميوس قطعت لي قلبيوس دابيا نعاونك هربيوس بصح امبوسيبليوس انت ترتابيتوس حلها بسنانوس واش حبيتني نقول لك مي كوندونيوس وموت وقفوس واش قنديل غرقوا لك البابر غادني مسكين ان شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف يا بغيتي وحمد الله على مولاي اللي منع ولقينا له الدم اللي والمو مانيش على مولاي راني على هذاك اللي تيرى الفليشه اوه لهبيل وحله تبكي على الظالم ونسي المظلومه اي برا تفقدك الطنجره بر نوريا وين الماكله تاع مولاي عم بتوجد اخفي روحك راه فطن وراه جيعان حاضره نرحي الكبده برك مولاي ترحي لها الكبده من يقيسوا بفليشه وانا تكتلني بالبيض اسم ما هو خير مني ولا كيف ضربوك كي يضربوك بفليشه تنطيب لك الكبده راك سير سير ملالي هيا شوشو همي هيا همي شويه شوشو هادي كبيده باش تزيد لك في الدم مامي هيا مولاتي إذا ما قدرش ياكل ما تسيفيش عليه خليني نرجع طوشي الكوزينة وصاي بن عمي في الممات وما طلقش أنا نروح أنا صح نديرو تا طيارة أيا نديرو تا طيارة شوشو مامي غير شويه اش راك دير هاك علاش ادخل مولاتي طبيب تاع ملك دحماني صراحه حاب يشوفك اني جايه من نرجع تاكل كل شيء مرحبا بك دكتور استيتوس سلطانة رزان جبت لي واش وصيتك جبت لك لو كاتالوج تاع الوجوهوس ما عليك غير تخيروس اتفضل يزيد فضلك دوك نوريلك موديل الشباب جورج كلونيس دكتور هذا الشباب بزاف شحال يدير هذا يدير 50,000 دينار عاشوريس دكتور بيناتنا مانيش باغية تايكون شباب عليا شوف ليها موديل ماشي توب توب وماشي ماشي توب صح جيرار دو باردوس دكتور نصارى غير النفاذة نيفو مبلط على بالي واش تحوسي هذا عجبني دكتور شحال يدير We'll be right back.
واش غايقول؟ قال لك احفر احفر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. قال لي له وراه قهوه. اه اي جايه. قال لك قدمت على الهاشمي ديتي لها الفليشه. هو اللي سلك مولايا. المهم سلك وما نطفروا فيها سكنه. ما تقوليش مازالكم شادين في هذاك الخيط. واش عليلو تحب تقول لعبوها لنا؟ لقوكم طماعين سي نورمال يلعبوها لكم. عمركم شفتوا بنيه طالع هنا في المملكه؟ قولوا لي ها قولوا لي طرش. باجي واش كاين؟ والحكايه تاع السكنه وراهي لاحقه. وين السكنه هذه؟ السلطان عاشور نقصها دروس وجهك راه كي الخفافيس دوك نحك المونتاج. مولاتي راكي واجده باش تشوفي وجه جديد نتاع مولاي. بابرهان راني واجده يا ربي يا ربي. دكتور تفضل. شو